شهدت مختلف القطاعات بمملكة البحرين تحولا رقميا ملحوظا في تقديم خدماتها بفضل الجهود المشتركة بينها وبين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بما ينعكس إيجابا على تقديم خدمات ذات جودة وفعالية وكفاءة للمواطنين. وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الرقمي، أكد أن العمل جار على تحويل معظم الخدمات إلى إلكترونية لخدمة المواطن والمقيم. منذ بداية البرنامج الوطني للحكومة الإلكترونية اتبعنا منهجية دورة الحياة المواطن، بمعنى أن نعمل على تطوير وإعادة هندسة الخدمات الحكومية على مختلف الفئات أو المراحل العمرية والاحتياجات كذلك كل مرحلة من المراحل، ابتداء مثلا من الولادة في إصدار شهادات الميلاد مثلا، ومرورا بالخدمات الصحية والتعليمية في مراحل الدراسة، ومن ثم اختيار التخصصات المناسبة للجامعة أو التسجيل للبعثات الدراسية في وقت التخرج، وصولا إلى الخدمات الأساسية اللي يحتاجها المواطن والمقيم من خدمات مثل التوظيف، خدمات المرور، خدمات الباحثين عن العمل، خدمات البطاقة الهوية والجواز، وخدمات الكهرباء والماء، وخدمات المحاكم والكثير منها، وصولا إلى طبعا شهادة الوفاة، نسأل الله طبعا العمر الطويل للجميع. نعم. إلى أن وصلنا يعني بعد هذه السنوات إلى أكثر من 500 خدمة إلكترونية متكاملة متوفرة على جميع القنوات الإلكترونية اللي تخدم المواطن والمقيم.